مشاهدينا أينما كنتم طيب الله أوقاتكم وحياكم الله في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا معكم لنقف مع أهم المستجدات حول ما يخص الكهرباء وخدمة الكهرباء التي أصبحت ملفا شائك يؤرق كل أبناء عدن والمناطق المحررة، لنعرف ما هي تلك الأسباب وما هي المعالجات التي ممكن أن تتخذ من خلال هذا اللقاء وما في جعبة الحكومة حول هذا الخصوص. بداية اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم بالمهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء. أهلا وسهلا بك باش مهندس. أهلا وسهلا. وكما يسعدني أن أرحب بالمهندس محسن سعيد مدير عام توليد المؤسسة العامة للكهرباء في عدن. مهندس أسعد الله وقتك. حياكم الله. بداية قبل أن نخوض أي لقاء دعونا فقط نتفق على استراتيجية معينة مع المشاهدين الكرام، أن نضع كل الأسئلة والكلام الدبلوماسي على جنب وخلونا نتكلم كده بالمفتوح زي ما بيقولوا عندنا. المؤسسة العامة للكهرباء أصبحت تشكل عبء، يعني بعد ما كانت تشكل مصدر فرح أو خدمة للمواطن أصبحت عبء للدولة وكذلك على المواطن. أصبح الكهرباء الفارق الذي يجب أن نقف أمامه بحزم. بداية مهندس دعنا نتحدث حول ما يخص الكهرباء ووزارة الكهرباء ووضع الكهرباء العام وما قامت به الوزارة حتى الآن بعد الحرب. بداية شكرا على الاستضافة. لي ملاحظة فيما يخص موضوع كلمة عبء. المؤسسة العامة للكهرباء عبء، المؤسسة العامة للكهرباء ليست عبء في كل الأحوال. أنا في نظري الشخصي ليست عبء، وإنما المؤسسة العامة للكهرباء لم تقم بأداء الخدمة بشكل كامل، تقوم بدور نسبة معينة من الخدمة، ولكن في كل الأحوال هي ليست عبء. وهذه مجرد ملاحظة فقط. فيما يخص السؤال أعتقد أنه وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء في عموم المناطق المحررة طبعا جابت كثير من الصعوبات بسبب الحرب، مثلها مثل غيرها من قطاعات البنى التحتية والخدمات. أنت عارف يعني أنه لما حصلت الحرب للأسف الشديد كثير من مكونات البنى التحتية تدمر نهائيا، كثير من المباني التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء دمرت، الأجهزة والمعدات دمرت، فقدنا 2 من خيرة عمالنا بسبب الحرب جراء القصف. مخازن المؤسسة العامة للكهرباء الرئيسية في منطقة حجيف 5 مخازن انتهت عن بكرة أبيها، فيها مواد بما يقدر بملايين الدولارات. كل هذا شكل عبء علينا، فأصبحنا ليس عبئا كوزارة وكمؤسسة، وإنما الحرب شكلت عبء علينا. العبء هذا عكس نفسه على أداء الخدمة، الخدمة للمواطن. نحن نقدم خدمة مثلنا مثل غيرنا من الإدارات الخاصة بتقديم الخدمة في البلاد، وناهيك عن أنها خدمة الكهرباء وهي خدمة أساسية في كل بيت، في كل مرفأ، في كل منشأة، في كل مستشفى، في كل مدرسة إلى آخر. ولهذا يعني الحرب شكلت عبء علينا. نعم أستاذ مبارك. نعم. جميل. نعم. أنت اتفقنا على كلمة عبء ولكن اختلفنا بتوصيف المكان لكلمة عبء. المواطن يعاني من عبء شديد من نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وبالمقابل نحن الآن نتبكى على اللبن المسكوب. الكل عارف وضع الكهرباء في عدن وحتى في خارج عدن. هناك خطط استراتيجية توضع دائما، ما يسمى بخطة الطوارئ أو خطة ألف وخطة باء، وهناك خطط توضع على مستوى المؤسسات حتى على المدى القريب، على المدى البعيد، على المدى المتوسط، خطة عاجلة. ما الخطط العاجلة التي اتخذتها الوزارة لمجابهة هذه المعضلة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد؟ والله هناك خطط، طبعا الخطط موجودة، لكن للأسف الشديد أقولها بكل صراحة أن الخطط كانت بدرجة رئيسية. أنا لا أتكلم على مؤسسة الكهرباء يعني في منطقة معينة في حد ذاتها، ولكن بشكل عام الخطط موجودة على الورق، لكن على أرض الواقع لم يكن التطبيق مجديا بشكل طيب. دعنا نتحدث عن خطة طوارئ يجب أن توضع لمجابهة الوضع في آنه.
هل هناك خطة وما هي الخطة التي وضعت لمجابهة الظرف المعين فيما بعد التحرير؟ ولأن نحن لنا أكثر من عام وما زالت لم نرى لا خطة أولية ولا خطة حتى قصيرة المدى. الذي أقصده بالخطة ليست خطة الطوارئ. نعم. نحن لم نكن في يعني في مستوى يؤهلنا لإعداد خطة الطوارئ. لم توضع يعني خطة الطوارئ. لم توضع خطة الطوارئ لسبب واحد. نعم. لأنه خطة الطوارئ لا يمكن أن تملكها أو تقوم بها أو تطبقها في حرب. يعني إذا كان ما تقدرش تتنقل من منطقة إلى منطقة. إذا لم توضع خطة الطوارئ في الحرب في هذه الكوارث متى ستوضع؟ للأسف الشديد أقولها بكل صراحة إنه مستوى الخدمة من قبل الحرب لم يكن بالمستوى المطلوب. هذا أمر واقع. ولهذا وحتى ما كان يتم عمله من تقديم خدمة من إنشاء بعض المشاريع، كثير من المشاريع كانت متعثرة، كثير من المشاريع للأسف الشديد أقولها بكل مرارة كانت في الفترة السابقة، فترة ما قبل الحرب حتى، كان كله إسعافات ترقيعية، يعني طاقة مستأجرة يعني على سبيل المثال لكي تتضح الصورة، في عدن أقيمت محطة، هناك ثلاث محطات رئيسية، الحصوة وخور مكسر والمنصورة. أنت تتحدث عن ما يعني البنية الأساسية للكهرباء. البنية نعم. محطات التوليد الرئيسية. نعم. هناك ثلاث يعني تصور محطة خور مكسر بنيت في عام 1975. يعني فتحها الرئيس سالم ربيع علي. المحطة اللي بعدها فتحت في عام 81 فتحها الرئيس علي ناصر، يعني من فترة طويلة. وحصلت بعضها بعد الإسعافات أو الترقيعات مثل ما بيقولوا. الترقيع يظل ترقيع يا صلاح. الترقيع يعني. نعم تفضل. المحور. محطة الحشوة في 85 لم تقم بس إذا استثنينا محطة المنصورة لم تكن هناك محطات في قطاع الكهرباء. إذا لم يتم استثمار ملايين الدولارات في إنشاء محطات جديدة، مشروع استراتيجي، مشاريع وليس نعم. مشروع. أوكي. هناك يجب أن تقام مشاريع في محطات التوليد، ويجب أن تقام مشاريع في خطوط النقل الضغط العالي والفوق العالي، ويجب أن تقام مشاريع بالضغط المنخفض. هو نحن بنتكلم عن المشاريع لأنه في خطة استراتيجية تحدثت فيها دولة رئيس الوزراء. سنتطرق إلى ذلك مع حديثنا لكي لا نستبق وليفهم علينا المشاهد فقط. دعني أنتقل فقط إلى المهندس محسن سعيد مدير عام التوليد في محافظة عدن. استلمتم أو جئتم على وضع كارثي إذا جاز لنا التعبير، دمرت المخازن حسب ما تحدث نائب وزير الكهرباء، ولكنكم بالمقابل حاولتم أن تعملوا خطط إسعافية أو إنجاز لنا التعبير الجود بالموجود، يعني بدأتوا تشتغلوا. الآن إيش الوضع في الكهرباء وهي بعد عام أصبحت تتدهور لا تتحسن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استقبالنا وشكرا للمشاهدين الكرام. بالنسبة للتوليد، الكهرباء هي المشغلة، التوليد ونقل الطاقة إلى المستهلك. التوليد من قبل فترة وقبل سنين عدن ليست في عافية، يعني محطات عدن اللي محطة الحسوة ومحطة المنصورة وخور مكسر تم شراء طاقة من عام 2012 ومن 2011 كانت توجد معنا في الملعب 54 ميجا، كانت توجد شركة اي بي ار في شيناز وفي حقيف 60 ميجا، كانت توجد شركة الصغر في خور مكسر 15 ميجا، كانت توجد في دير سعد 10 ميجا من شركة الأهرام. هذه أغلبها كلها راحت، اللي الملعب 54 اي بي ار الصغر هذه مؤجرة، و40 ميجا كانت من الخط الاستلام مؤجرة أم تمتلك؟ كانت مؤجرة. وحاليا مش موجود حاجة منها إلا إذا أنا طاقة في اسمح لي فقط، أنت قلت راحت يعني خلاص انتهت. كيف انتهت؟ انهينا التعاقد معها. انهيت التعاقد معها فترتها كذا لأنه ما قدرناش نلبي مبالغها. وكم كانت تغطي من نسبة العجز؟
احسب 54 و60 و25 يعني اكثر من 125 مثلا 135 ميجا بهذا الحدود. خرجت عن الخدمه الان؟ خرجت عن الخدمه بسبب عدم قدره التزام المؤسسه لدفع الايجار. ولذلك بعد الحرب مباشره الله يحفظ الهلال الاحمر الاماراتي دفع مستحقات المتاخره علينا للشركات، لشركه اي بي ار وشركه الطاقه جلوبال الذي لا زالت مستمره الى شهر 12 يعني 12 2016. الاخريات انها تعاقد لنا ما قدرناش. ما هي الاخريات اللي انها تعاقد عليها؟ اللي هي مثلا الاهرام. اعطيني قدرتها 54 ميجا كانت 54 خرجت الطاقه جلوبال خرجت. طيب. اللي من الميدان واتى لنا بمحطه 52 مولد في الملعب دعم. الاخيره ال 50 ميجا؟ لا اللي بعد الحرب مباشره في شهر 8 وصلت منها 27 مولد. نعم. وفي شهر 9 وصل مثلا 13 مولد، يعني 52 مولد ما مجموعه اشتراها الهلال الاحمر هديه للاخوه وصل الى الشعب اليمني في عدن. ولكنها لم تحدث الفرق حتى الان؟ لا، في مشكله بالتعاقد. كيف يعني؟ لانه كان وضع يعني الهلال الاحمر اجى في وضع حتى عند بعض الناس ما يداوموش في المؤسسه خراب، 3-4 مديريات طافيه. واتفق مع شركه الطاقه جلوبال اللي تشغل الان في غرب مكسر انها تشغل. يعني كان شبه الوضع بعضهم عندهم المؤسسه ما يداوموش، عندهم بعضهم الارياف بعضهم هكذا. انت بكلامك هذا انا يعني اديك الحقيقه. لا طيب اسمح لي، هل هناك يعني أي خفية تحاول أن تعبث المؤسسة؟ هل هناك فساد كده باختصار؟ لا لا تقول فساد ما فساد، أول شيء أعرف الحقيقة وبعدها أحكم. طيب أعطني الحقيقة. الأخوة في الهلال الأحمر تعاقد مع شركة الفيصل من أجل تشغيل المولدات الجديدة. المولدات الجديدة اشتري يعني تم شرائها في دبي بضمان، ضمان شركة كومز يعني نوع المكاين، على اساس انها تقوم صيانه لمده يعني ايش تحت الضمان لمده عام. هذه هي مشكله الملعب، ولذلك تدهورت يعني الطرف الذي التزم بالضمان لم يوفي بالتزاماته، لم يوفي الى الان. نعم. يعني عقده مع الهلال الاحمر. طيب نحن نطالبهم الى قبل اسبوع. نعم. والاخ خالد المزروعي حفظه الله طالبتم الاخوه في الهلال الاحمر الاماراتي بعده رسائل وما ردهم؟ انه لا، حتى نحن قلنا لهم انتهى السنه، انتهى العام. يقول لك الى الان ما في معك رساله، لانه هذه المولدات الواقفه على ما انتهى ضمانها من يوم ما وقفت. لا زال الضمان حقها مستمر حتى يتم اصلاحها، مش مثلا وقفت قبل 5 شهور بس خلاص الضمان انتهت سنه من وقوفها. طيب ايش الذي ممكن يلزم الطرف المعاقل الذي هو الذي يقع عليه الضمان مثلا؟ هو الضمان يشمل إعادة تأهيل أو إصلاح المولدات وإصلاحها. نعم. طيب أوكي، الآن الطرف المعرقل الذي هو يمتلك الضمان لم يقم بواجبه، فبالمقابل هناك مواطن أطلب خدمة. إيش أنا معك، بس أنا ممكن أنزل أعمل وممكن قبلنا بعض المولدات اللي خارج الضمان، يعني قصدي إيش فيها بها مفروض تعمل من قبلنا أو من قبل شركة الفيصل المشقلة، بس الضامن وجه لك رسالة انه اي عمل فوق المولدات يخرجك من الضمان. انا لا اريد ان اغامر باصلاح اي مولد واخرجه من الضمان، لان الضمان هي بالملايين مش قليل. المقابل اكيد في ما يلزم الضامن انه يقوم يعني تنفيذ بنود العقد، وهناك شروط اكيد. هذا راجع للاخوه، ونحن رفعنا رسائل بحدة عبر المحافظة وما ردوا عليكم؟ الان بيجلسوا معهم انه هذه الاعطاب من لها عام كامل، الاعطاب من عام من تاريخ شهر 8 2015 لليوم بعضها بعض المكائن عاطله. طيب اولا لم تعمل من انت اول قلت انه في بالمؤسسه ناس ما تعملش او كانت في البدايه، قلت لك في البدايه بعد الحرب مباشره. طيب مش كل ما بعد الحرب. انا اقول لك متى جاءت هذا اللي بالملعب؟ ايوه جدا جدا ولا اخفي حاجه. هل هناك من يحاول ان يعبث بالمؤسسه؟ لا 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 لا، وانما في بعضهم مع انه هناك تصريح لمدير المؤسسه العامه للكهرباء في لقاء سابق او مؤتمر صحفي انا حضرته وانا سالته شخصيا وانا موجود، وقال وانت كنت موجود وانا موجود، وقال ان هناك من يحاول ان يعبث. ما لا لا لم يقصد العمال المؤسسه العامه للكهرباء، وانما يقصد ممكن ايادي خفيه. انا معك. مثلا بعض الربط العشوائي
قال لي محول حرقت محولات كثيرة، مفروض المحول ما يحرق. ولكن كان سؤالي له هل هناك من يحاول إفشال المؤسسة أو السلطة المحلية من داخل المؤسسة؟ أجاب بها لا زالوا بعض الحركات. أنا أقول لك يعني شوف أنها قريبة عن حتى عن العمال أنفسهم. بلغتم عن ذلك السلطة المحلية أو الحكومة أو الوزارة؟ بلغنا بالاسم. نعم، وما الذي وضع؟ لا شيء. لا شيء. إذن سأنتقل لك أستاذ مبارك. نحن نتحدث عن واجبات والتزامات يجب أن يقوم بها المواطن أو المؤسسة العامة للكهرباء أو الوزارة. نحن كنا نسمع دائما عن تواجد المؤسسة بشكل دائم حتى أثناء الحرب. تحدث أول وترحمت على شهداء سقطوا أثناء تأدية الواجب، كانت المؤسسة العامة للكهرباء عبارة عن حسب المتاح لهم خلية عمل في فترة الحرب، ولكن لم نسمع عن دور الوزارة ولم نلمس أي قرب أو تواجد للوزارة. ما الذي قامت به الوزارة في تلك الفترة وفي الوضع الراهن الذي هو أكثر سوء؟ الوزارة والمؤسسة هي جسم واحد. الوزارة والمؤسسة هي جسم واحد. المعروف أنه وزارة الكهرباء الإدارة الديوان وزارة الكهرباء كان في صنعاء قبل الحرب، لم تكن هناك وزارة. وإلى اليوم هذا أسست وزارة، أسس ديوان أو مكاتب للعمل، لكن كل من فرغناه للعمل في الوزارة هم أصلا من مؤسسة الكهرباء وبالذات في عدن، على اعتبار أنه كل كثير من الكوادر هم من أبناء المؤسسة أو معظمهم، وعندهم خبرات كبيرة جدا، ويعني كان العمل من هذا المنطلق، كان العمل يعني ميوشوال، عمل تضامني تقدر تقول، تكاملي. نعم تكاملي. لا، ولهذا ربما لم، ونحن لا نسعى لإبراز نشاطنا على اعتبار أنه هذا من صميم عملنا، فربما هذا يكون عدم إبراز النشاط أنه كنا لا نعمل بمعزل عن المؤسسة، كنا نعمل في إطار المؤسسة ونحضر كثير من الاجتماعات ونستدعي قيادات المؤسسة بمختلف يعني، وكنا نذهب إلى يعني بتستغرب إذا أقول لك أننا يوميا في مكتب الأخ محسن على سبيل المثال، وكثير من اللي يحضروا الاجتماعات وهذا يعني على سبيل المثال. ف لهذا ربما لم يبرز من الناحية الإعلامية، بس أنت أول أنت قلت لي أنه ما فيش خطة استراتيجية من قبل الوزارة لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد وضعت في فترة الحرب. لا مش خطة استراتيجية، في خطط استراتيجية. طيب ولا خطة أولى، لكن إن كان خطة اسمح لي يا أستاذ صلاح، أنت قلت خطة طوارئ. نعم، وهذا كان الواجب من الوزارة. أما لم تقل خطة استراتيجية، خطط استراتيجية موجودة ودوكومنتد، موجودة وثائقها. طيب وعملت خطة قبل اسمح لي خطة طوارئ لم توضع من قبل الوزارة، خطة الطوارئ لم تضع من قبل الوزارة في حينها، وحتى الآن ما زالت البلد تعيش حالة الطوارئ، لأن هناك بعض المحافظات ما زالت تعيش احتراب، وبالمقابل المناطق المحررة تعاني من سوء خدمة في الكهرباء. حتى الآن لم تضع خطة قصيرة المدى أو خطة الطوارئ، وأنت أشرت إلى ذلك، ألا يمثل هذا قصور من قبل الوزارة؟ شوف، من السهل جدا أن يعمل الواحد خطة، لكن فيما ذكرت أعود إلى كلامك السابق أنه لما قلت خطة استراتيجية، خطة استراتيجية موجودة لكن لم تنفذ كمشاريع، كثير من المشاريع متأثرة. ويعني مع الاجتماع الماضي الخميس الماضي مثلا لمجلس الوزراء إلا إحياء لكثير لمجموعة من المشاريع المهمة جدا، ليس بالنسبة لعدن كمحافظة ولكن لعدن كإقليم، يعني على سبيل المثال. فمعظم المشاريع كانت متأثرة وزادت تجاه الحرب وتوقفت للأسف الشديد. نحن لن نشطح بأننا نقدر نعمل مشروع استراتيجي في الوقت الحالي، لأنه الكل حاجة إلا نقدر. أنت قلت أنها متأثرة. لا موجودة أنت الخطط. تقدر نعمل مشاريع لكن وين تنفيذ؟ أسمح لي. نعم، الموجودة الخطط ومرسومة، وهناك قروض وهناك منح موجودة. نعم، ولكن لم يعني عادها في طور التأسيس، في طور الدراسات. التمويلات موجودة. أنت تقصد فيما يخص محطة 150 ميجا؟
الذي سنأتي إليه. سنأتي إليه. طيب قبل أن نصل إلى الخطط المستقبلية وهي محاور معينة دعنا أن نتجاوزها، هل هناك توجه من قبل الحكومة للعودة لهذا البند الذي كان يصب من وزارة المالية لدعم قطاع الكهرباء؟ نعم الآن بالتأكيد. الآن هو شوف التحويل البنك المركزي اليمني إلى هدن هو الذي سيكون الداعم الرئيسي في مسألة تحريك المدفوعات. يعني كان حتى الحكومة يعني كانت يعني لا تملك الكثير من الموارد. نعم. وتعرف حتى النفط وشراء النفط ده كان متوقف. ولهذا كان يعني هو جهد يعني مبذول. ويعني بالتأكيد هناك دول يعني دول مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا شيء لا أحد ينكره. يعني ما قدموه هو كان الداعم الرئيسي في 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 استمرار النشاط. نعم. ومن ضمنها قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 400 مليون درهم في المشاريع التي ذكرها الأخ المهندس محسن، وهي مشاريع طبعا لكان الوضع أسوأ بكثير. في ظل أنه معانا محطات مثل ما قلت لك، محطات قديمة متهالكة لا يوجد لها قطع غيار. اللي تتبع المؤسسة أصدق. اللي تتبع المؤسسة. المؤسسة الآن تستأجر طاقة من برا؟ تستأجر 35 ميجا الآن اللي في خور مكسر. تستأجر من شركة؟ تستأجر. مش هي تبع عبر الهلال الأحمر على مرحمة على طيب الآن نحن تحدثنا عن احتمالية أو فرضية أو ضرورة عودة المخصص الذي كان يدفع من وزارة المالية المؤسسة العامة للكهرباء. مش ضروري. مش ضروري. هو نائب الوزير قال إنه الآن عادت مش كشراء طاقة. لا لا لا. هل بشراء طاقة؟ لا مش ضروري. اسمحني. الآن يعني في تفكير على أساس إنه ربما يكون لشراء طاقة بشكل محدود. كم المبلغ اللي كان؟ لأنه اسمح لي. كم المبلغ كان؟ ما فيش مبالغ إلى. كم على كل شركة البعض. لكن هناك مشاورات وتوجه من يعني ربما في توجيه من دولة الرئيس على أساس إنه لأنه نحن شرحنا الموضوع لدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وقلنا له إنه الآن سنبدأ بأعمال الصيانة في محطة المنصورة ومحطة خور مكسر على سبيل المثال. جميل. وذلك بعد أن وصلت قطاع الغيار ضمن القرض الإماراتي، فيتوجب علينا أن نعمل برنامج عمل وبالتالي القيام بإطفاء بعض المكاين لنقوم بعمل الصيانة. فبالتالي يعني أنت من كلامك استشف أنه فترة الشتاء ستكون فترة استعداد للصيف القادم وإعادة تأهيل بعض المحطات إن شاء الله بإذن الله. طيب. هذا يعني مرسوم ونأمل أنه تقدم التسهيلات اللازمة. أنا علمت أنه أقر مجلس الوزراء إعادة تأهيل محطة الحسوة بتمويل حكومي كامل يقدر ب 29 مليون دولار كمرحلة أولى، وهو سيساهم بتوفير 140 ميجا تقريبا. لا لا 100 ميجا. لا المرحلة الأولى 100 100 المرحلة الثانية 140. طيب هذا بالنسبة لمحطة الحسوة. نعم. وما هو التحسين الذي ممكن أن يطرأ على الخدمة في حال نفذ هذا المشروع لمحطة الحسوة؟ أنا أود اسمح لي أنا أود أقول أنه 29 مليون دولار هي قيمة تقديرية. مجلس الوزراء سمح لوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بأن تتواصل مع الشركة وتدعيها للتباحث، وبالتالي سيحدد المبلغ ربما يعني في حدود من واقع التقديرات السابقة هو في هذا الحدود، في 29 مليون للمرحلة الأولى و30 مليون للمرحلة الثانية. أقرت أم هذا ما زال؟ هذا يعني ضوء أخضر أعطي ما يعني أقر في قرار مجلس الوزراء في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وفي قرار بإنشاء حدد جدول زمني أو سقف زمني لذلك قبل الصيف. قبل الصيف القادم. قبل الصيف المرحلة الأولى فيما يخص إعادة تأهيل. نعم 100 ميجا لتكون 100 ميجا من يعني بالإضافة إلى ما هي عليه الآن. نعم. نعم. من قدرتها الحالية. من قدرتها الحالية التي تتفاوت بين 30 ميجا و 55 الحسوة و 55 ميجا إلى 100 ميجا. طيب بشمهندس نحن نتحدث عن
وضع كهرباء نحن ما حاولناش نحن نستهلك هذا الحديث لأن الناس كلهم عارفين وضع الكهرباء، ولكن دعني أتحدث بالأرقام. تقريبا ما ينتج حتى الآن من الكهرباء يقارب 185 ميجا بالضبط تقريبا بالضبط. والاحتياج يتجاوز بعض الأحيان في ذروة الصيف 450 وصل 420 هذا العام 420 ميجا. الاحتياج الذي يجب أن توفره المؤسسة لاستقبال الصيف القادم، هذا الصيف خلاص نحن يعني لو أنه نحن نشتغل بالحمام لكن لو خلص، ولكن دعنا نتحدث عن الصيف القادم، كم احتياج المؤسسة إلى جانب القدرة الموجودة؟ مفروض 230 ميجا. أنت معك 180 ميجا. معي 180. وتشتري 200؟ يا ريت ما بتوفرش كامل. ليش؟ إيش المانع؟ إمكانيات، كل شيء بالإمكانيات. هل في تمويل؟ أنا معي الآن خطة مثلاً اللي أقدر أعملها بيدي الآن، اللي هي إعادة محطة الملعب لازم تعاد. الذي ما زالت تحت الضمان. لازم نعمل فيها. العدد كم ستوفر؟ 40 ميجا إن شاء الله. 40 ميجا. 40 ميجا. حالياً فقط الموجود. الآن قد وصلت 12 ميجا. 11 ميجا. طيب. والخمسين ميجا كمان معك هذه اللي وصلت من الأخوان الإماراتيين. نعم. هذه ملك تبع المؤسسة. طيب فلنفترض أن الحكومة الآن قدرت الوضع وسعت بقوة ورمت بكل ثقلها في هذا الاتجاه. ستحتاج إلى 225 ميجا أنت. ما أكثر من كذا. 230 إلى 250. مع الزيادة في الشتاء. نعم. مع الزيادة. لا نحن نتحدث عن استقبال الصيف القادم. أنا أتكلم عن الصيف القادم. أنت معك فترة من الآن إلى الصيف القادم 8 أشهر تقريبا. الناس بتطلب كهرباء بشكل يومي. نعم. وهذه ايضا محسوبه زياده مضطرده. نعم. انك تطلب كهرباء. نعم. بحكم انت باصين على مولد الطلب المتزايد على الكهرباء يجب نحن ان نواجهه بمحطات توليد اضافيه او طاقه اضافيه في كل الاحوال. الحكومه وانت من الحكومه هل رمت بثقلها في هذا الاتجاه؟ والله بعد القرارات اللي اتخذت او بعد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي في تاريخ 29/9 اقدر اقول بكل ثقه وبكل انه الحكومه فعلا وضعت ثقلها في هذا الاتجاه. ومن اين التمويل؟ هناك تمويلات موجوده التمويلات يعني لا لا لا, لا في تمويلات موجوده من دول مانحة وفي تمويل حكومي. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال المشروع ال 150 مشروع ال 150 نعم هذا كمان ايش نتحدث عنه هذا تمويل 131 مليون دولار تمويل صيني. نعم. من جمهورية الصين. هذه مناقصة أكثر من سنتين كانت صح وتمويل حكومي. نعم. وتوقفت بسبب الحرب. بسبب الحرب. نعم. الآن الإخوة يعني في الصين شقيقة قالوا أنهم ملتزمين أنهم يوفوا بهذه المناقصة أو بالتزامهم للحكومة في الاجتماع اتخذ قرار مجلس الوزراء بتكليف فريق فني للتباحث ومع جمهورية الصين مع الجانب الصيني في هذا وهم مبدئين موافقة مبدئية؟ أكيد. طيب أنت تتحدث عن 150 ميجا ممكن تقدم من الصين، ليس هناك لها سقف زمني معين صح؟ ما زالت فقط على الورق. كيف سقف زمني؟ لها سقف زمني لإنشائها ستكون جاهزة خلال كم؟ يجب أن تكون من ضمن اشتراطات ومجلس الوزراء أن يكون هذا المشروع جاهز قبل الصيف. يعني قبل شهر 5. نعم. يجب أن يكون جاهز. طيب أنت تتحدث عن 150 ميجا مقدمة من الصين. نعم. وتتحدث عن إعادة تأهيل الحسوة بما يقارب 140 ميجا. نعم. فبالتالي حسب تصريحك أنا يعني ارى انه بتدخل للخدمه في الصيف القادم 140 ميجا. لا 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 لا, 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 لا زائدا 60. انت قلت 100 اول. اسمح هذه المرحله الثانيه واللي تاخذ يمكن الصيف الثاني 2018. نعم. طيب يعني بدخل 160 ميجا على الصيف القادم؟ لا اكثر 150 زائد 60. الصيف 210. القادم 150 ان شاء الله. في احتياجات كامله؟ لا جزء. انت قلت لانه انا في معي شراء طاقه بتبند في 2012 املك. طيب ما الحلول؟ لا تنقص 40 ميجا. قدمتم هذا الكلام اللي في ان شاء الله في معانا الاخوه في دوله قطر الله يحفظهم ان شاء الله موعودين ب 60 ميجا 2 توربينات ان شاء الله يتم. هناك منحه سمعنا انها ستقدم فيما يخص الكهرباء من صندوق الكويتي، ها
هل هناك دعم سيقدم لهذا القطاع؟ في هذه مشاريع برضو نوقشت في مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع. المشروع الأول ممول من الصندوق الكويتي بقرض قيمته 64 مليون دولار، 45 مليون دولار بيقدمها بقرض الصندوق الكويتي و10 مليون دولار تمويل حكومي. هذا المشروع يعني بتطوير شبكة كهرباء عدن، وبالذات منطقة اللي من الحسوة المنصورة خور مكسر الخسافة، يعني في قلب عدن. المشروع الثاني، نعم المشروع الثاني 115 مليون دولار، وهو دمار تعز عدن. هذا المشروع بمنحة وليس قرض، منحة من صندوق أبو ظبي بمبلغ 50 مليون دولار، منحة من الصندوق السعودي بمبلغ 45 مليون دولار، وما تبقى 20 مليون دولار أيضا تمويل حكومي. بتكون هناك أيضا حوالي 300 كيلومتر أبراج خطوط نقل الطاقة ومحطات تهويل. أنا إن ضمنت من كلامك والمشاريع التي قرأناها الآن نصفها أنا أظن أنه ستحدث نقلة في قطاع الكهرباء. هل هناك يعني ممكن أنا أخذ منك تصريح حصري أن هذا الكلام مضمون؟ شوف، هذه المشاريع اللي ذكرناها في الأخير، وفي هناك مشروع ثالث الذي بس أود قبل ما أرد على سؤالك، المشروع الثالث هو مشروع جعار لودر، وهو ربط المنطقة الوسطى بعضها ببعض، لأنه في الآن بشكل جزر منفصلة، فبيتم ربط جعار بلودر، وهذا أيضا تمويل حكومي ب 45 مليون دولار. طيب هذه أعود إلى سؤال إجابة على سؤالك. ما تعلمناش منه ضروري هذا. أيوة المشاريع هذه هي اللي نسميها المشاريع الاستراتيجية، نعم، وليست المشاريع الترقيعية. طيب نحن هناك فرق، المشروع الترقيعي يظل ترقيعي، نعم. انت عارف يعني له زمن معين ومدة معينة جدا قصيرة. اوكي، هذا جدا قصيرة وينتهي. لكن هذه المشاريع التي بتمول من صندوق ابو ظبي وصندوق السعودي وصندوق الكويتي، لا مضمونة، ستتم خلال مضمونة، وأقر في مجلس الوزراء على أن تفعل هذه القروض. طبعا قلت لك أنا أنه في البداية أنه عدم انتقال البنك المركزي إلى عدن سبب عبء وجعل كل القروض مجمدة. فلهذا أقر مجلس الوزراء موضوع التفعيل لهذه المشاريع الاستراتيجية التي فعلا ستخدم قطاع الكهرباء. ايوه، وقطاع الكهرباء. في موضوع مهم جدا، نحن الان تحدثنا عن المشاريع الورديه حتى الان، ونتمنى انها تكون يعني فرض عين خلال الموسم القادم ان شاء الله، الموسم القادم. طيب الان نتحدث عن وضع المواطن. نحن عكسنا، بدل ما نتحدث عن المواطن خليناكم تخرجوا لقلوبكم عشان نتكلم عن وضع المواطن. كله في قلوبنا الان. المواطن البعض يسدد والبعض لا يسدد، والذي يسدد عليه عبء كبير، قيمة الاستهلاك كبيرة جدا، طاقة مشترى بالمازوت ومشاريع ترقيعية أثقلت كاهل المواطن، يعني أصبح سعر الاستهلاك مبالغ فيه. ما الذي ممكن أن تقدمه الحكومة لدعم الكهرباء فيما يخفف قيمة استهلاك الفاتورة للمواطن العادي؟ هذا سؤال ممتاز ووجيه، وهو الهم الرئيسي للمواطن. نعم. المواطن في الأخير وللمؤسسة، لأنه لو ما وللمؤسسة هو فقير وللمؤسسة لقطاع الكهرباء والبلد بشكل عام. نعم. أنت يعني موضوع تقديم الخدمة هو الهم الرئيسي للمؤسسة، للوزارة وللمؤسسة وللمواطن وللدولة أولا وأخيرا. الدولة أيضا يجب يعني أو تريد أن تقدم الخدمة هذه المواطن يعني بشكل سلس وطيب. ما يعني بالنسبة للموضوع هذا، يعني المشاريع الاستراتيجية هذه مثلا 150 بعد سنة قبل الصيف، نحن نقول المرحلة الأولى إذا كان 210 ميجا جت، هذه برضو بتشكل يعني نقلة نوعية على مستوى تقديم الخدمة
وليس على مستوى التعرفة، يعني بيبقى نفس السعر التعرفة بالناحية السعر سيبقى نفس السعر، بقول لك لسبب واحد لأنه القيمة التعرفة التي اللي كلفة على مؤسسة الكهرباء بين البيع والشراء، نحن الكلفة اللي نتكلفها تقارب 47 إلى 50 ريال الوحدة الواحدة الكيلووات أور، هذا بما بوجود الديزل والمازوت طبعا. نعم. بالوقود بالوقود طيب. بالوقود بالوقود نحن نبيع المعدل العام لهذا بسبعة ريال، يعني زي البايع بيننا. ومن يتحمل الفرق الباقي؟ تتحمل الدولة، الدولة دعم الدولة. ف يعني ما ذكرته من في إطار سؤالك في ثنايا السؤال، وماشي بالعكس الدولة تساعد المواطن بدعم مش حاصل في كثير من الدول، لأنه سعر البيع غالي، لأنه إذا لا كنت تتحدث عن مشروع استراتيجي، لأنه الكهرباء الموجودة غلط، الكهرباء الموجودة غلط. لا لا أنت لما تتحدث عن مشروع استراتيجي، أنا لما أقول مشروع استراتيجي هو يلبي احتياج الطاقة للمواطن بشكل عام، وأيضا يكون تعرفته يعني قوة الرياح بقوة الشمس أضف شيء. لكن أنت لما تقول لي أنا بنشئ محطة بالمازوت وبتوفر خدمة المواطن لكن بتكلفة أكبر، لا هذا مش مشروع استراتيجي. صحيح. أضف إلى ذلك أنه 210 ميجا الذي إن شاء الله بتدخل قبل الصيف هذه برضو عبء على الدولة، لكن ستكون بالمازوت يعني لأنه الغاز إلى الآن مش طيب مبارك. عندنا نحن بحر وعندنا رياح وفي كم مشروع تقدموا. يا أخي مشاريع وضح للناس إنه هذا معلمنا إنه في شركات تقدمت فرنسية وغير فرنسية. لا ما تقدمت. ما تقدمت. قبل يمكن 5 أو 6 سنوات. هناك مشروع واحد بالرياح في المخا. فقط. يعني المشاريع اللي بالرياح والطاقة الشمسية نحن نعمل طبعا في المجتمعات زي السقطرى. في هناك فكرة على أساس عندنا إحنا في علن شمس برضو تزود بالشمس برضو بتكون كويسة، لكن برضو يعني هو المازوت يعتبر نسبيا وقود رخيص إذا قارنته بالديزل، لكن مش رخيص في كل الأحوال. في اتجاه بمشاريع استراتيجية على أساس إنه يكون في فحم، يعني محطات بالفحم الحجري، هذا بيكون رخيص فعلا، يعني أرخص مش رخيص. أثروا على البيئة ما عندهم أثروا على البيئة يعني أنت معك ما شاء الله في بلادنا وضعت في يعني بالخطوط العريضة وليست نسخ أولية، إنما وجهها دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء على أساس أنه يتم العمل بجدية في هذا الجانب، إنه يجب أن نتجه إلى هذا الموضوع، موضوع شراء الطاقة البديلة، موضوع إقامة مشاريع استراتيجية بالفحم، موضوع إقامة محطات توليد استراتيجية تولد بشكل كبير، يعني 500 إلى 600 ميجا كمرحلة أولى، ممكن تكون إلى 1000 وتكلفته على المواطن بعدين هذا الموضوع سيتم حسابه في حينه. إنما ما أريد أن أؤكده أنه السبعة ريال يعني هي يعني طيبة إلى حد ما لا شيء بالنسبة للكلفة. طيب. لأنه تكلف زي ما قلت لك يعني جميل. مهندس طبعا وضع المؤسسة العامة الكهرباء معروف لا يخفى على الجميع، والآن هناك حديث عن خطط استراتيجية قادمة، وأكيد المؤسسة العامة الكهرباء قدمت بعض الاقتراحات على الوزارة لكي تكون ضمن الخطط الاستراتيجية. كما علمنا أنت ستكون مدير تأهيل إعادة تأهيل مشروع الحسوة أو الكهرباء الحرارية، صحيح؟ لحظة. نعم. محطة الحسوة في بها إدارات وتسييره مش صعب. أنت مكلف بماذا؟ أنا مكلف بمشروع 150 ميجا منذ 5 سنوات منذ 2013. حدثنا عن هذا المشروع وعن قيمته للخدمة. مشروع 150 ميجا تمت مناقصة عالمية بتمويل حكومي، نزلت المناقصة تقدمت شركات، الذي اشترت المناقصات 45 شركة قبل عامين في عام 2013. نعم. تقدمت الشراء المناقصة 45 شركة، أثناء فتح المظاريف شركتين فقط، لأن الناس تتخوف من التمويل الحكومي وعدم مصداقية
الدول يعني بشكل عام اليمن عارف انت. تم الارساء بعد عدة مراسلات مع الشركات الارساء على شركة صينية للقيام بالمشروع بمبلغ 149 مليون دولار يعني 149 و556 هذا الشكل دولار. احنا رفعنا الشركة خاصة في عام في بداية العام هذا يعني مراسلات والقرض ما كانش في قرض معنا تحصلنا على قرض من الشركة نفسها تابعت مع الحكومة الصينية. الحكومة الصينية قالت انه يوجد لديكم قروض موقعة بما مبلغ 131 مليون دولار اغلبها او اكثر من 50% بدون فائدة والباقي بفائدة 2% وعلى فترات طويلة يعني بس قالها شبه منتهي يعني لم يستفاد منها كحكومة. احنا رفعنا رسالة من وزير الكهرباء الى وزارة التخطيط ووزارة التخطيط مشكورة وجهت الى السفارة بتوجيه هذا المبلغ الى المشروع لصالح المشروع. قامت الحرب في 5/2 هذا الرسالة 2015 لان اغرت المناقصة في 4/6/2014 اغرت الارساء بعد يعني حول التمويل ما تمويل وكيف الغرض هكذا اخذت مع وزارة التخطيط مع وزارة الكهرباء الى بعدين قامت الحرب. في عام 2016 بدأنا نعيد توجيهات من انه صلاحيات الغرض اعطونا 31/7 هذا الشهر اللي فات وهم مستعدين للتمويل بس قلنا لهم الوقت محتاجين جدا وليس سنة وثمانية شهور كان الغرض لمدة سنة وثمانية شهور. اقترحوا علينا انه لان المكاين الصينية هي مان ألمانيا تحت إشراف مان ألمانيا يعني مان الصين يعني صناعة مان وتحت إشراف مان ألمانيا مان ديزل مان تربو. اقترحوا أن توجد هذه المولدات نفس التايب المغرف المناقصة موجودة جاهزة في ألمانيا بس يرتفع السعر إلى 173 مليون دولار. عرضنا على مجلس الوزراء وشرحنا لهم الأفضلية المقارنة بين وما يوفر الوقت كمان واهم شيء هو توفير الوقت وايضا الجوده. جميل. يعني قلنا لهم ما نبتر على ما معنا ووافقوا لنا مشكورين. جميل. بس على اساس التواصل معهم وتاكيد تواصلتم معهم الان معهم من اليوم من امس الى تاريخ 7 عطله في الصين وهي معهم اسبوع عطله نتيجه العيد الوطني. طيب انا بسالك سؤال مهم. طبعا. شخصيا انا محير أنا شخصيا محيرنا هذا يعتبر لغز للمستهلك بشكل عام الانتفاعات في عدن 3 ساعات وأحيانا ساعتين شغال 3 ساعات حقكم ما في طبعا بعض الأحيان تزيد إلى 4 ساعات إذا انقطع المازوت أو شيء ولكن بالمقابل تخرج المولدات عن الخدمة بسبب نقص المازوت وشحة المازوت لما يعود المازوت تبقى الانتفاع زي ما هي. هل هذه الانتفاعات وضعت حسب جدول مدروس أم ارتجالية؟ شوف اللي معك ما بتخبيه الكابلات الكهرباء ولا تقدر تخزنه إلا معك بطارية. في ناس يقولوا إنه في ديزل يخرج من المؤسسة ويتعب. أنت جيت للمفيد. أنا وضحت في رسالة للمحافظة وأن نشروها في الفيسبوك ولا. هذا بلاغ مني أنا الآن للحكومة. خلينا نكون صريحين. نعم. بلاغ للحكومة. نعم. تنزل أي لجنة. اهلا وسهلا. بديك مثال على الملعب اللي دائما نتكلم عنه. نعم. المشاكل كلها على الملعب. الملعب في شهر 7 72 قاطره اللي استخدمتها الملعب التي لانه كان مرتفع الانتاج في عفوا في قفص في شهر 7 2016 بس انت تقول لي من 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 50 ميجا فقط 17 ميجا شغال. ما بنوصل الان صح. الان في كان 72 قاطره في شهر 8 53 قاطرة استهلك الميدان في شهر 9 هذا الشهر 16 قاطرة فقط. تمام. نعم. كل قاطرة تخرج من المصافي موثقة فين راحت العداد تسكب عبر عداد يقارن العداد مع الفاتورة مع الفاتورة مع كم انتجت كيلو وات اور يعني ما فيش حاجة تخرج برا. اقول لك ايش مش اقول لك ان تحدى اللي اقول لك اي لجنة من اللي
اكثر كرها للكهرباء ينزلوا علينا واحنا مستعدين لاستقبالهم على رؤوسنا يفتشوا علينا. جميل جميل. طيب الوقت داهمنا ونحن او انت بعت بعدة رسائل تطمين الى المواطنين لاستقبال الصيف القادم. الوضع الحالي هل هناك تحسن سيطرأ على الخدمة ام ان هذه صفحة صيف وانتهى؟ والله كل ما لمسناه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير وفي الاجتماعات السابقة التي عقدت تقريبا كنا يعني في الاسبوعين الماضيين يوميا في اجتماعات متواصلة من المختصين مع دولة رئيس مجلس الوزراء. هذا يؤكد ان هناك جدية. قرارات ايضا على المدى القريب ام على الصيف القادم؟ لا لا، لما نقول انا على المدى القريب يعني نظرتي الى لمجابهة صيف 2017. انا الان صيف 2016 خلفي، لا انظر اليه. يعني 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 رسالة تبعث الناس يتحملوا هذه اليومتين ما بالتحيلة. كلنا بنتحمل. المواطن كمان مساهم، المواطن مساهم اليومتين هذه، واليومتين هي قد انتهت. شوف قد قلب الجو. استاذ محسن، طبعا المواطن يتحمل جزء من المسؤولية، له حقوق وحقوقه مسكين يعني كل احنا عارفين، وقدر يتحمل ما يتحمل وعليه واجبات. بالمقابل الحكومة بادرت الى موضوع إعفاء المواطن من مديونية على مرحلات معينة أو على سيستم معين، مديونية الحر. في دور كبير يجب أن يقوم بالمواطن وهو محاربة الربط العشوائي، لكن مش المواطن فقط اللي يقوم به، يجب المؤسسة أن تقوم بأثر هذا الربط العشوائي والفاقد وبدل الفاقد على المؤسسة وعلى الخدمة. سبب كبير جدا بالذات الربط من جهتين وتجاوز العداد والربط العشوائي سبب مشاكل كبيرة جدا في احتراق بعض المحولات وبعض المعدات. بعطيك مثال، مثلا في شارع الكثيري في المنصورة بلوك 37 جلسوا 15 يوم طافين، حسوا انهم كان مفروض يمنعوا الناس اللي ربطوا من المنطقة حقهم الى منطقة اخرى. الان بدأ المواطن يشعر انه اذا سكت عن العشوائي والربط من طرف اخر هو متضرر جدا، وما عندنا الاستطاعة أن نشتري. المؤسسة في حالة مالية يرثى لها. حملات المؤسسة قامت بحملات لقضاء العشوائي أو هي في معها حملة بس بطيئة جدا، ومحتاجين إلى الدعم الأمني بالذات أولا، والتكاتف من جميع الأشخاص ضرورة. جميل. طيب الآن المواطن برضو عليه دور مهم يجب أن يلعبه. المؤسسة تقريبا شبه مفلسة هذا الذي علمناه، وبرضو إعفاء مديونية وما مديونية قد يفاقم من عبء المؤسسة، والمؤسسة تمتلك مديونية كبيرة سواء للمؤسسات الخاصة أو الحكومية أو المواطنين. هل سيشكل فارق حتى إن دفع المواطن مبلغ رمزي كان ما كان يعني من قيمة الاستهلاك؟ بعضهم عندهم مديونية مليون. نعم أكثر. طيب بعضهم أكثر. أقصد على مستوى المواطن يعني. أيوه على مستوى المواطن أكثر. على مستوى المواطن أكثر. طيب إن دفع كل مواطن مثلا يعني ما بنحددش حسب مقدرته، هل ستحدث فرق؟ أكيد. لميزانية المؤسسة؟ أكيد أكيد. طيب بالمقابل هل هو سيلمس هذا الفرق على مستوى الخدمة؟ بالضرورة بالضرورة يلمسها. لأن المواطن يقول لك أنا أشتري خدمة كويسة بدفع. بالضرورة يلمسها، وأعتقد إنه المؤسسة لا تألو جهدا. لن ولا لا تألو جهدا ولن تألو جهدا في استمرار تقديم الخدمة بالمتاح. المتاح إن شاء الله سيكون أفضل قبل الصيف القادم من خلال المشاريع اللي ذكرناها. لكن يعني السؤال كان وجيه جدا إنه يجب أن يلتزم المواطن بدفع الفاتورة لمؤسسة الكهرباء حق من؟ مؤسسة الكهرباء قطاع عام ملك المواطن أصلا، هي منه إليه. يعني ما هيش
مثلا قطاع خاص. اذا نحن لم نستثني احد. الحكومه تقوم بواجبها، المؤسسه تقوم بواجبها، المواطن تقوم بواجبها، هي عباره عن منظومه متكامله يجب ان تكتمل. ما فيش معك، ما فيش معك فيوز الان، فيوز يروح على المواطن، ما فيش معنا فيوز. لو قال عليكم فيوز خلاص ما فيش معنا، توقفوا، نصلح شعره ونربطه. لا لا، هو مؤثر على المعده حقه، مؤثر على المواطن، بس البدائل غير سليمه فنيا يعني. ايوه، ولكن الموضوع مؤثر على المواطن، ولكن احنا نعمل بدائل، لا ما نوقفش الخدمه. قبل ان تبعث انت رساله للمواطن، انا سأبعث رساله رجاء للحكومه. نحن باسمي كمواطن نتمنى من الحكومه، بل نترجاها رجاء خاص، ان تولي هذا الملف اهتماما بالغا، لان خدمه الكهرباء والمياه من الخدمات الضروريه التي يجب ان يحظى بها المواطن. ابناء عدن صمدوا، ابناء عدن حاربوا، ابناء عدن ضحوا، ابناء عدن والمناطق المجاوره لها قدموا وبذلوا الغالي والنفيس، فنرجو منكم أن تهتموا بهم وأن تنظروا لهم بعين الاعتبار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رسالة ممكن أن توجهها في ختام هذا الحوار، تفضل عندك أستاذ مبارك. في ضمن الرسالة طبعا أريد أن أنوه فقط أنه نحن طبعا الموضوع تكلمنا على عدن درجة رئيسية، لكن المشاريع هذه سيلمسها المواطن في لحج، في أبين، وفي الضالع أيضا، لأنه كإقليم. بحكم أنها كإقليم وبحكم أنها شبكة مترابطة، وهذا بالنسبة للنقطة يعني. الموضوع الثاني، نحن طبعا هناك أنت كفيت ووفيت تقريبا، ما لم تدع بابا إلا وطرقته، لكن نحن نريد طبعا المؤسسة هي تخدم المواطن، نريد المواطن، هي ملك للمواطن. أيوة، هي ملك المواطن، والمؤسسة تقدم الخدمة للمواطن. ما نريد، ما نطلبه من المواطن إنه مثل ما ذكر المهندس محسن إنه يكون إيجابي. المواطنين معظمهم إيجابيين. طيب المواطن، المواطن أنا سأتحدث بصفتك كمواطن فقط هنا. يلح في موضوع تحصيل رسوم الخدمة من الشركات الخاصة والمؤسسات ومن التجار، لأنهم إن هم بادروا بالسداد سيبادر المواطن المسكين، ومديونيتهم أكثر من المواطنين. هل هناك آلية تفرض أو تلزمهم بها؟ في شوف، أنا بقول لك صراحة يعني، ونحن بلغنا دولة الأخرى اسمها مجلس الوزراء أنه في تحسن في التحصيل، مش انه ما في شيء من قبل المواطنين، من قبل المواطنين ومن قبل أيضا كبار المستهلكين. نعم. يعني اذا يعني المعلومه بالنسبه للتحصيل كان 15، ما بين 15 ل 17%. الشهر اللي بعده بعد عيد الفطر، الشهر اللي بعده طلع الى 56، وهذه ارقام موثقه. جميل. 56%. اذا هناك تجاوز. الشهر اللي بعده طلع 70%. يعني هناك الان في متابعه من قبل المؤسسه. طبعا الامور بدات تتعافى، لانه يجب ان تحافظوا على بقيه الناس الذي يسددوا فواتير، هم يطلبون فقط خدمه جيده حتى وان كانت باهظه الثمن، ولكن هم ملتزمين ويطلبوا فقط خدمه. الوقت داهمنا، انا في الاخير لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للمهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء، اهلا وسهلا بك، وكذلك المهندس محسن سعيد مدير عام التوليد، اشكركم جزيل الشكر على سعة صدركم وعلى صراحتكم، واتمنى ان التقيكم بلقاءات اخرى تكون اكثر صراحة واكثر وضوحا، وان التقيكم باوضاع افضل من هذه الاوضاع، ونحن نستقبل الصيف القادم وقد انشئت المحطات التي وعدتم بها المشاهدين. ختاما لا يسعني الا ان اشكر متابعتكم، وشكرا جزيلا لكم على هذا الوقت الذي اوليتموها بمشاهده هذا اللقاء. الى لقاء اخر، التقيكم في امان الله وحفظه.